عشية إحياء اليوم الوطني للإمام المصادف للخامس عشر سبتمبر، ارتأى مكتب ولاية باتنا للمجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف لتكريم بعض الأئمة المتقاعدين والعاملين نظير مجهودهم في هذه المهنة النبيلة. التفتنا من خلاله إلى جملة من إخواننا الموظفين في هذا القطاع والذين كانت لهم بصمة راقية في هذا القطاع، ومنهم بعض المرشدات الفضليات اللواتي كنا أيضا منارات في مدارسهن القرآنية وفي مساجدهن. كما تابع الحضور محاضرة حول أدوار الإمام التي لا تقتصر فقط على الصلاة المفروضة والجمعة، بل تتعدى إلى مشاركته في الحملات التحسيسية حول الآفات الاجتماعية ودوره في المحافظة على الهوية الوطنية، وكذا إصلاح ذات البين وغيرها كثير. الإمام في معاجم وقواميس اللغة هو الذي يقتدى به ويتبعه الناس، ويعرف الإمام على أنه من يتبع في الأقوال والأفعال. فدور الإمام كما تقول اللغة دور ريادي. دور الإمام في المجتمع وهو دور كبير لا يقف فقط عند إمامة الناس بالصلاة، بل يتعدى إلى التوجيه والنصح في درس الجمعة وخطبة الجمعة وفي الدروس الأسبوعية، إلى أكبر من ذلك إلى إصلاح ذات البين وحقن الدماء، إلى الخروج إلى المجتمع ومخاطبة الناس والكثير من النشاطات. ويبقى الإمام وسيلة في تربية وتعليم الناس أمور دينهم، ولا يتوقف عمله عند الصلاة بهم فحسب.